مصرفي الفقراء. بهذا اللقب اشتهر الخبير الاقتصادي محمد يونس الحائز على جائزة نوبل، الذي نشأ في أسرة متوسطة في بنغلاديش وأصبح واحداً من أشهر المصرفيين في العالم. لفت يونس أنظار معلميه في مدينة تشايتاغونغ، فهو الطفل النابغة والطالب المتفوق الذي سافر لدراسة الاقتصاد بجامعة فاندربيلت الأمريكية، ثم عاد ليصبح رئيساً لقسم الاقتصاد في جامعة تشايتاغونغ. رفض كل العروض للعمل خارج بنغلاديش وقرر بدلاً من ذلك مساعدة الفقراء. أنشأ أول بنك للفقراء، حيث قدم قروضاً متناهية الصغر بدأت من 27 دولاراً فقط، مؤمناً بأنه حتى المتسولين يستحقون الحصول على القروض. حققت فكرته انتشاراً واسعاً، وألهمت العديد من البلدان النامية حول العالم لمساعدة ملايين الفقراء. وهو الإنجاز الذي منحه جائزة نوبل في عام 2006 منصفة مع بنك غرامي. الآن بعد أكثر من 50 عاماً من العمل مع الفقراء، يطالب الشباب في بنغلاديش بتعيينه رئيساً للوزراء. فماذا يفعل؟ للمزيد من المعلومات تابعونا على Financial Freedom Today.